حسن حسونه اتفضل، جايبه لك بوكيه للقيته بصراحه، كنت عايزه اجيب لك ورد بس والله العظيم. هتديني لي شبت وبقدونس والله العظيم كده. طباخ طباخ؟ لا بس انا عايزه اجيب لك ورد. انت حبيبتي والله نفسي اجيب لك ورد. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك. وردة دي وردة حبنا، وردة حبنا. شفت يا استاذ مديني ايه؟ يقول لي دي وردة حبنا، وده ينفع؟ دي الزعرورة اللي بيحطها لك في الأكل. طب بص يا استاذ مجدي، الزعرورة دي عاملة ازاي؟ بص اتفرج. دي حلوة دي. اتفرج على الشياكة. دي شياكة بقى، دي حلوة. يا لهو على الجمال، مصحف فنان، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص بص عاملة ازاي؟ سكارف من الكزبرة. سكارف كزبرة. هتعمل لنا ايه النهارده؟ انت عايز تاكلي ايه؟ عايز اكل شركسية. قال يعني مش عارفة انه هيعمل شركسية النهارده. ايه الذكاء اللي بينزل عليا ده؟ فتانة البت فتانة. ايوه سارة قالت لي بت فتانة. اتفضلي. اتفضلي انت عامل ايه؟ قطع لك التوست؟ طيب ما هو متقطع اصلا. لا حروفه. يلا يا باشا. ما يلا يا باشا حسن، يلا ما تسألش بيا يا حسن. انت ليه بتعمل معايا كده؟ لا ليه بجد؟ طب احنا النهارده هنعمل شركسيه، نقول المقادير. المقادير اديني سكينه. حاضر. صدور رومي، شكرا. عيش توست، مستارده، عين جمل، بصل، لبن، ارز ابيض، ملح وفلفل. تاني ما شاء الله. ما صدور شاء الله. رومي، عيش توست، مستردة، عين جمل، بصل، لبن، أرز أبيض، ملح وفلفل. في الملح ياهو. إيه ياهو؟ لا 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 لا. عارفة مفكرين بمصطفى ابني. لما يركب العربية معايا يقعد يتخانق مع الناس. بص ما شاء الله ما شاء الله. مصطفى ده حبيبي. بص بص يا حاجة. بص الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. اتفضلي. ايه الصدر ده؟ ايه ده؟ ده صدر راح واتمرن في الجيم. مش عارف انا. عم عماد مظبطنا. اسم الله عليا. اسم الله اسم الله اسم الله عليك. الله يخليك يا استاذ، ربنا يخليك. انت اللي والله اللي حنين عليا يا استاذ مجدي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بجد. ايه الكوسه اللي احنا فيها لا دي؟ لا ايوه انت ساعات ايه الكوسه دي؟ بتعاملني معامله العبيد. مرات ايه؟ ايوه ايه ده ايه ده ايه ده؟ مربة الاب. ساعات عاملني. لا بس انت هتعاملني معامله جوز الام طبعا. ما اقدرش. طيب جبنا صدور الاستاذ رومي ده هنعمل فيه ايه بقى؟ سلام. امبارح ايوه مرات صديقه حبيبي الاستاذ سعيد سمير. ايوه كان بيسالني لحضرتك قابلتيه؟ فكان بيسالني على الشركسيه. فقلت النبي اللي عملها لها النهارده عشان هي يا حد. يا سلام. حاضر. حدثنا عن الشركسيه. قليل من الرومي على فكره. انا ساعات ممكن تتعمل الشركسيه دي بالفراخ يا حسن. بالصدور؟ صدور الفراخ. صدور فراخ. كل المطاعم بتقدمها صدور فراخ، المطاعم هتجيب منين بالظبط؟ يعني هو بقى هيخترع ويقول لك صدر رومي مكلف صح؟ لا طبعا الكلام ده كذب. بص حضرتك احنا خدنا كم قطعه من الصدور الرومي، وبعدين حطينا شويه مسترده. ايوه. ونبدا ناخد شويه فلفل اسمر، وناخد شويه كزبره، وندي زعتر، وده المهم قوي بالشكل ده، وبندي شويه اعشاب وشويه كمون وسنة ملح صغيرة، ما نكترش الملح. وبعدين نحط زيت زيتون بالشكل ده وسنة خل صغيرة اهو، ونقلبها ونخش بيها على الايه. المفروض بقى عندك فرن يحطيها، عندك جريلا نزليها على الجريلا، مفيش اي مشكلة. ايه رأيك يا لولا؟ اتفضل يا حبيبي. انا قطعت لك التوست اهو. توستي ليه كده يا لولا؟ اتفضل. بص يا حاج مجدي، السلام عليكم. بيندى عليك في السوق، تعز له بيندى في السوق. حاج مجدي. خيالي بقى لو استاذ مجدي ساكن جنبي يا استاذ هاله. يا لهوي. يا نهار.
يا نهار طول النهار هتدلدل له السبت وتقول له يا نهار ايوه ايوه انت فاهم انت ده انا هقعد كل شويه يا جماعه كده ايه ازهقهولك خليه يعزل في ثواني. طيب اللي احنا قطعناه من التوست ده يا حسن هنعمل فيه ايه؟ ارميه بقى. لا حرام انا عندي فكره. اتفضل. يتحمص في الفرن. النبي انت عسل. وما دام انت هتعمل الجريك سالاد ممكن يبقى العيش المحمص ده طب بص نحطه كده يقرقش الجريك سالاد بيحتاج كريتون فاحنا ممكن نقطع بالشكل محتاج ايه يا فندم؟ اسمه كريتون. ايه؟ محتاج ايه؟ محتاج ايه يا فندم؟ ايه الكبسولات دي؟ محتاج ايه؟ والله العظيم ما هسيبك لما تقول محتاج ايه. علي النعمه ما هسيبك لما تقول محتاج ايه؟ توست. توست؟ طب ما هو ده توست. كريتون كريتون. اه كريتون. بس حضرتك نقطعه كده بالشكل ده اهو. حاضر هات. اتفضلي حضرتك يعني هتقف تتفرجي عليا؟ انا اعرف. مثلا؟ اهو اتفضلي. معانا سارة تاني برضو ورانا ورانا؟ يعني مش عارف انت بروح من سارة فين؟ الو؟ ايوه يا سارة. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا استاذه هاله ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي الحمد لله. بسلم قوي بسلم على الشيف حسن كتير. اهلا اهلا يا استاذه. ايوه يا ساره. ايوه هو انا بس كنت حابه طلب يعني انا عامله عمليه قلب مفتوح تمام؟ ستار يا رب. فانا كنت محتاجه يعني وظيفه حكوميه اشتغل ان انا اجهز نفسي واساعد نفسي يعني. وانا بابايا متوفي واحنا بنتين وولد. فبرضه والدتي يعني حابه برضه لو وظيفه تشتغل فيها يعني او اي حاجه تساعدنا يعني. طب انت خريجه ايه يا ساره؟ انا دبلوم صنايع. تمام. دبلوم صنايع كمبيوتر وبكمل في جامعه مفتوحه. اه كمبيوتر. طب تمام ده في. طب حاضر يا ساره سيبي نمر تليفونك يا بابا وان شاء الله ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نقدم لك الخدمه دي وهي مش خدمه كبيره يعني بس ان شاء الله ربنا يقدرنا عليها ان شاء الله يا سارة. حاضر حاضر يا استاذ. حاضر يا استاذ. بقولك ايه يا حسونه؟ اتفضلي تعالى لي هنا. انت عارف انا بحس بايه؟ ان انا قاعد مع ظباط في الاسم. نعم. طيب بقولك دلوقتي لحظه لحظه. لا لا انا لسه ما قلتلوش السؤال. اتفضل حضرتك. بص يا حضرتك التوست هنحط عليه لبن. هو بيجاوب اصلا. بص يا حضرتك احنا قطعنا التوست وهنحط شويه الحليب بتاعنا كده ونسيبهم ايه يتنقع شويه بالشكل ده. طب انا قطعت لك التوست. ماشي يلا سيد حسن. سيد تعالى اظرف دول في الفرن. يلا يا سيد يلا يا سيد يلا يا سيد اظرفهم في الفرن. يلا يا سيد احنا خد بالك في اسئله جايه صعبه عايزك تركز معايا يا سيد. جاوب على الاسئله يا حسن. سين سؤال ما تهزرش. اتفضلي عشان هسال سؤال مهم. اتفضلي. دلوقتي احنا في الصيف بيطلع ورق العنب والكرنب. ايوه. نخزنه ازاي عشان نعمله محشي في الصيف في الشتاء في الربيع؟ هو بيطلع فين؟ اللي انت بتقوليه ده وجاوب بسرعه ما تفكرش. حاضر. لا يعني قصدي اقول يعني حضرتك عاوز ان احنا نخزن الورق العنب والكرنب والحاجات. ايوه. اولا الكرنب هو دلوقتي بقى موجود طول الصيف والشتاء. تمام. هو الاوان بتاعه بيبقى شتاء. ورق العنب بيبقى الاوان بتاعه صيف. صيف. فاحنا ممكن ناخد الورق الكرنب. بناخد الكرنبايه من فوق بنقورها اللي هي الحته الراس بتاعتها دي بنحاول ما نشيلهاش كلها. ناخد بس اللي الفرع اللي فوق ده بنشيله بطريقه السهم دي كده ونلق الراس ونشيل الحته دي. حلو. بناخد القرنبايه دي احنا ممكن نحفظها كلها زي ما هي عشان ان هي تحتفظ بنفسها تبقى ايه الورق اللي بره هو اللي يتهري بس واللي جوه يفضل زي ما هو. فبناخدها تجيبي حله كبيره وقلنا امبارح ملح ليمون ونفس الحكايه للورق العنب. تمام. شويه الملح الليمون ورق العنب ليه طريقه حفظ ثانيه. الكرنباية دي المية تغلي قوي بالملح الليمون ونسقطها بس بالمشقلب بحيث الحتة دي تبقى من تحت. بالظبط كده عشان اول ما تبدا تغلي بنشيلها في مصفى ونسيبها تتصفى زي ما هي بنفس العوجة بتاعتها وتاخديها حضرتك نبدا نشيل الورق ورقة 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 لحد ما تبقى الكرنباية الصغيرة اللي جوه دي هي اللي موجودة دي زي ما هي بتتشال
في الفروزن وناخد الورق دوت بنطبقه ما بنكسرهوش تطبيقه كده جوه بعضه نبدا يعني نحط مثلا ورقتين ثلاثه ونطبقهم كيس ثلاجه ونشيلهم ده يقعد معاكي مثلا 3 4 شهور تمام الورق العنب زي ما هو بنحط الورق كله فوق بعضه بالشكل ده وبنبدا نحط الورق كله يعني ادي الورقايه وادي ورقه عنب بنبدا نحطها بتبقى الفرع بتاعها بيبقى فوق بعضه حضرتك عارفه ايوه ايوه بيتحط ايه بنفس الطريقه يعني بص حضرتك الفرع اهو بتاع ورق العنب بيبقى بالشكل ده ادي الورقايه اهي حطيناها كده بالشكل ده يبقى الثانيه اتحط عليها العرق ده اكنك حضرتك بنرصهم كده فوق بعضه فوق بعضه كله من غير سليق من غير اي حاجه ويتلف اهو بنجيبها تاني بنفس الشكل اهو اللي على يمين بص اهو تعال شططني ورق معلش يا استاذ بص حضرتك احنا فردنا الورق العنب اهو وحطينا التانية فوق بعضها خلاص احنا خدناهم بالشكل ده ونلفهم زي الرول اكنك بتلفيهم رول كده زي في برطمانات ورق عنب تبقى محطوطه رول كده رول كده بنفس الطريقه وتحطيها جوه البرطمان بتاعها برطمان وتحطي ميه مش في الفريزر لا لا وتحطي ميه وتحطي ملح ليمون وتسيبيها زي ما هي كده وسنه ملح صغيره قوي ومقفلينها وتحكمي القفله وتحطيها عندك زي ما انت عاوزه على ما تيجي تستخدميها احنا بناخد الورق العنب ده نسلقه تاني تشطفيه وتسلق وبعدين نرجع نشره وتشتغلي بيه معانا ام اسلام الو ايوه يا فندم مساء الهنا ازيك يا مدام هال ازاي حضرتك الحمد لله لو سمحتي بس انا عايزه احكي حكايتي بس يا رب يخليكي خليني على التليفون ما احنا ما بنقطعش التليفون على حد اتفضلي الله يخليكي انا عندي 4 بنات يعني الحمد لله كويسين وبعدين ربنا رزقني بطفلين توأم عندهم ضمور يعني في العصب البصري وضمور في العصب يعني بتاع جسمهم ايوه الو ايوه معاك يا رب يخليكي بس انا ظروفي تعبانه وكده ونفسي بس حد يشوف حالتهم ويتابع معايا لان انا يعني عملت اللي اقدر عليه ووديتهم لدكتوره وكده وعملت اشاعات وكده فمش قادره بقى بعد كده اعمل حاجه وهم ظروفي صعبه وعايزه بس حد يتابعني استشاري كويس من مصر لان انا من بني سويق حاضر انا من بني سويق حاضر وظروفي والله يا والله يا مدام انا ظروفي تعبانه ونفسي بس حد يتابعني الحاله دي حاضر. حاضر عينينا الاثنين سيبي حضرتك رقم تليفونك في الكنترول وان شاء الله ربنا يا رب يوفقنا ان احنا نقدم لك حاجه يعني حاضر طب الصدور الرومي ايه يا هلا استاذ مجدي استاذ مجدي وانا بغلط انا وانت لا احنا حبايب احنا حبايب هو ايوه الراجل بيسال هو يعني. زملكاوي وانا بقيت اهلاوي خلاص بطلت خلاص برافو عليك خلاص انا بطلت انت زملكاوي يا استاذ مجدي والله لا الراجل بيحلف انه اهلاوي بيحلف؟ انت عايز توقعه في الغلط ليه انا بقى زملكاوي يا استاذ مجدي انت براحتك يعني والله بيبان اهو مالها ايه بتخبط ولا ايه لا دي بتعمل ايه قول لي بس عشان ابقى معاك انت هتجري ايه اللي هاجي انت بتهددني ليه يا حسن كده دايما انت بتجري ليه طيب ما انت عشان بتطرطش عليا وعلى هدومي انا اقدر يعني بقى لا العظيم حسن ده غريب ايه البقبقه دي اللي حضرتك بتقوليها دلوقتي حطينا شويه توم ايوه قطعنا تومتين شويه زيت اهو والتوم صحيح كده بقول لك ايوه بص حمص. بقى بص بقى يا استاذ مجدي بقى بص استفدنا من الحاجه ازاي اتعلم بقى ايوه عايز ترمي الحروف بتاعت الطاست حرام ده علم ايه ده مين علم مين انت اللي قلت انا ما قلتش بتكذب طبعا اوكي ايوه كده ايه ايه البقدونس اللي على القميص حسن حطهولي تعالى شيل لي الكزبره دي ولا لا دي جميله والله خلاص خليها عليا الطلبات ابدا خلاص الله العظيم والله ما انا عارفه انا عايزه اشوفها مش شايفاها لا ده ما انا مش شايفاها
الله المونيتور ده تعال تعال يا استاذه اتفضلي تاني يا استاذ مجدي بعد اذنك. معلش يا استاذ مجدي لو سمحت انا اعذبك شويه. ايه ده؟ الله إيه ده؟ يا ماما الله. ايه ده؟ الورده مش باينه؟ جيب عليني. ميرسي يا استاذ. تسمعيش كلام استاذ مجدي يا ابني. انت بتعمل ايه؟ قول لي. الله يرضى عليك. هنعمل شركسيه بقى. الصوص بتاع الشركسيه نجيب الحله اهو. بص حضرتك بقى احنا دلوقتي ايه معانا الاستاذه سلوى. السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه هاله ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. والله زي الشيف حسن. اهلا يا استاذ. حضرتك انا والله قاعده وحيده وتعبانه قوي وما فيش حاجه بتخليني ابتسم الا برنامج حضرتك. والله يا قلبي والله يا رب خليك. انا تعبانه قوي يا مدام هاله. انا عندي قلب وعامله عمليه قلب مفتوح وتعبت كل اللي ورايا واللي قدامي وجوزي رجله مبتوره في حرب 73 وانا اللي بخدمه وابني 23 سنه وعنده كهربا في دماغه وانا اصبت الايام كمان بورم في الحبل الشوكي وشيل 3 فقرات عمل لي شلل في ايدي اليمين ورجلي اليمين والدكتور قال لي طب ما تعي طب الله يجي لك شلل رباعي. طب يا حبيبتي بس اهدي كده وما تعيطيش. صلي على النبي. طب صلي على النبي. صلي على النبي. اسمعك بالهداوه كده وقولي ايه المطلوب مننا. عندي عمليه كبيره رحت الدكتور كبير عشان حاله القلب. طيب حاضر. عندي فلوس كتير ورم معايا. حاضر 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 حاضر. ربنا يعفو عنك ويشفيك يا رب. حاضر. انا مش هتكلم ومش هطلب من حد. انتوا سامعين نفسكم وفاعلين الخير عندنا كتير يا رب. ربنا يوفقنا ان احنا نقدر نقدم لها حاجه يعني. ربنا يعفو عن الناس كلها جميعا يا رب ويشفيهم يا رب. طيب اللبن والزبادي احنا نقعنا التوست جوه الحليب اهو. ايوه. فبدا التوست بتاعنا يدوب زي ما حضرتك شايفه وخدنا الحروف بتاعته عملناها كريتون. طبعا. وهنبدا ناخد بصلايه في حته الزبده وندوبها واول ما تبدا ان هي تصفر معانا هننزل بالكلام ده كله عليها دلوقتي. تمام. وبس على ما البصله تعمل احنا عملنا شويه صلصه. طبعا طماطميتين مضروبين في خلاط مع معلقه صلصه بوريه وحطينا ال 3-4 تومات كده. وحدتين توم كده نيين مقطعهم عشان الطعم بتاعهم والريحه تفضل موجوده. تمام. وبعدين حطينا شويه الزيت وقدحنا التومه ورمينا عليها الكلام ده كله هيبدا يتسبك هنشتغل بيه برضو. حضرتك دلوقتي احنا نعمل الجريك سلط. نبدا نجيب بولة بتاعتنا. احنا قدامنا 3 دقايق. احنا هنقطع السلطه بسرعه او حضرتك خدي اعمل لي السلطه يا ريت يعني تشتغل شويه. انا عينيا ليك يا استاذ. اتفضلي نص واحده بس عشان عم عماد ما يضربناش. حاضر يا باشا. معانا سميه. الو الو. ايوه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت من بدري بتتكلمي على مرضى السكر. ايوه. فانا عندي سكر وضغط وعيني اتصابت لدرجه ان دي عيني فقدتها والثانيه حاليا برضه فيها رشيح وبرضه مش مشوف منها. فياريت نفسي اشوف بناتي. انا عندي بنات نفسي اشوفهم تاني. حاليا انا مش عارفه اعمل ايه. ياريت حضرتك تساعديني او تكلميني على اي دكتور ممكن يساعدني. حاضر حاضر. هنعرض المشكلة دي على الدكتور محمد حامل دكتور العيون. طيب حضرتك من الوادي الجديد. احنا هنوصلك بالاستاذ احمد سرور وهو من الوادي الجديد وهو كان قبل كده اعلن ان هو يعني متبرع باي حالة مرضية او تجهيز عرايس او وهيعرضك ان شاء الله على الدكتور المناسب في الوادي الجديد. حاضر عينينا الاثنين. طبعا بنناشد الاستاذ احمد سرور ان هو يتولى الحاله دي ويبقى كتر الف خيره. الحمد لله يا رب كتر من فاعلين الخير يا رب. حسن. ايه اللي حاسسك بوجودي؟ لا دايما موجود يا حبيبي. بص ايوه يا باشا الحق اعمل بقى الشركسيه بسرعه عشان ايه
عشان احنا مروحين. مش وقت احنا مروحين. ايوه بالظبط. بقى كل مره بسمعك يا استاذ مجدي بتقولي له ايوه. ماشي. يا ابني المخرج يا ابني لازم اسمع كلامه. انت فيه ايه؟ حاضر. لا هو انت جاي على قطع عيشي ولا ايه؟ لا لا حاشا وماشا. ابوس ايدك. ماشي يا باشا ماشي. اتفضلي يا حضرتك. اتفضلي يا حضرتك. يلا الصلاه على النبي. ادي طيب. ادي البصله خلاص اصفرت وهننزل بالصوص اهو. هنحط ال الشكل ده يا استاذ اهو. ايوه. ناخد شويه عين جمل بس بتوجود. يا استاذه. ايوه يا باشا. بصي عين جمل على ال الشركسيه دي عظيمه يا جماعه بجد. وشويه زعتر. ايوه سنه ملح صغيره. سنه ملح اهو. هنسيبهم يستووا شويه. هي بس يتقلبوا سنه مع بعض كده. حاضر يا باشا. سنه كزبره. على فكره انت السر في الاكل في الشرقي كله يحب الكمون والكزبره يا استاذ. بس يعني بص انت بتحطهم اصل مش اي كمون وكزبره. التوليفه حلوه بيعملها حلو بصراحه يعني بصراحه. نبي بحييك. والنبي انت استاذه خسارتك في البلد دي. طب اروح فين؟ موزمبيق. حاضر. موزمبيق. عايز توديني موزمبيق؟ نزمبق هناك. غريب قوي يعني. بص احط بقى العيش المحمص مع السلطه. لا على الوش بقى يا استاذ. بص طيب. حضرتك قطعنا الجبنه. بص حضرتك عاملين بوله اهي فيها شويه ميه. وقطعناها كيوبس كده وننزل الجبنه عشان الملح يروح منها شويه. عشان الملح يروح منها ولونها يطلع فاتح كده شكله حلو. تمام. ده بال حضرتك اهو بالشكل ده كده اهو. حضرتك ما علقتش يا استاذ مجدي على السلطه اللي انا مقطعاها يعني. مش عارف انا اشمعنى بقى ما بتكلمش اشمعنى. ما هي وادي الزيتون. يس. بص بقى حضرتك ده جديد اهو. ايه ده؟ سن الزبادي الصغيره. يا لهوي عليك وعلى جمالك يا حسن. بيقعد حسن على فكره يا جماعه بيقعد يذاكر. والله بجد يعني بيقعد يذاكر على طول ويشوف مثلا لو هو عايز يعمل حاجه وما لقاش المكونات بتاعتها كلها. الاستاذ نوفل ولا الاستاذ نوفل ولا الاستاذ عم عز قاسي. عم عز قاسي قلبه قاسي قلبه قاسي. طب اهو بقى كده دي على النار والديك الرومي هيتحط على مع الرز. حط مع الرز كده. والصوص ده هيتحط على الرز صح؟ صح. بس ماشي يا استاذ نوفل. ماشي يا استاذ عز. استاذ عز 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 النار. بشكركم جدا وبشكر جميع العاملين معانا في الاستوديو جميع العاملين معانا في الكنترول روم. وبخص بالشكر العميق للاساتذه المعدين والاستاذ المخرج المتميز الاستاذ مجدي كمال. وبشكر قناه الحياه القناه رقم واحد في مصر. ان شاء الله يا رب العالمين تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله. بشكر طبعا الشيف حسن حسونه وتحيا مصر.